مساء الخير، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. التغطية ما زالت مستمرة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز. هذه المرة نخصص هذه الفترة حول جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية وأيضا إيصال المساعدات الإغاثية، وأيضا نتطرق لتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أهلا بحضراتكم. إذن يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين. هذا وأفاد مراسلنا بعبور 242 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من منفذي رفح وكرم أبو سالم اليوم 9 أبريل وحتى الآن. وأضاف أنه تم عبور 200 شاحنة مساعدات لقطاع غزة من منفذ كرم أبو سالم، وتم عبور 42 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من منفذ رفح، بالإضافة إلى إدخال 4 شاحنات غاز إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح و4 شاحنات سولار، مشيرا إلى أن معبر رفح استقبل اليوم وحتى من اليوم الأول وحتى الآن 10 مصابين و25 مرافقا للمصابين. موقف مصري أيضا مشاهدينا راسخ هو بدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين من الحقوق المشروعة في كل المحافل الدولية والإقليمية من الدولة المصرية من أجل الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والذي ترجم بالأفعال وليس الأقوال خلال الفترة الماضية. المزيد في العرض التالي والزميل عمرو شهاب. أهلا بكم. موقف مصر راسخ تجاه القضية الفلسطينية عبر كل الأزمنة والعصور، حيث تواصل مصر دعمها لوقف إطلاق النار في غزة والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية بحل الدولتين، فضلا عن زيادة المساعدات والإغاثات إلى الشعب الفلسطيني. ودائما ما يؤكد الرئيس السيسي على أن مصر ستظل دوما على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى والوفد المرافق له، شدد الجانبان على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، محذرين من مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع، مؤكدين أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي الضامن لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. رئيس الوزراء الفلسطيني أشاد بموقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية والجهود الدؤوبة الحالية تحت قيادة الرئيس السيسي لحقن دماء الشعب الفلسطيني ورفض تصفية قضيته وحقوقه المشروعة، مثمنا الدور المصري التاريخي في تحمل مسؤولية عملية إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة على الرغم من العراقيل والصعاب في ذلك الصدد. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال استقباله نظيره الفلسطيني أكد دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تسريع وتيرة نفاذ المساعدات لقطاع غزة، فضلا عن الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار. مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق طالب بالبدء في تحقيق دولي بكل جرائم إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، كما أكد ضرورة إجبار إسرائيل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ومنعها من شن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية. وخلال كلمته أمام اجتماع للأمم المتحدة حول فلسطين أكد أن القاهرة تبذل جهودا حثيثة لتحقيق وقف إطلاق النار، وأن السلام والتعايش المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
مصر واستراليا أكدتا رفضهما التام لقيام إسرائيل بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، محذرين من تأثيراتها على تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع، ويترتب عنه مزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح. وخلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية سامح شكري من نظيرته الاسترالية بينجي وينغ، شدد الوزيران على ضرورة وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مما يستلزم وقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين الموجودين في قطاع غزة. وبينما لا تزال حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة في تزايد، إضافة إلى عدد الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، وذلك من خلال عبور شاحنات المساعدات الغذائية والطبية بالإضافة إلى شاحنات الغاز واستقبال المصابين من قطاع غزة. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر لشعب غزة الشقيق. شكرا لطيب المتابعة. ويعد الجهد الإغاثي المصري في قطاع غزة هو الأهم والأكبر، حيث مثلت نسبة المساعدات المصرية للقطاع نحو 87%. المزيد في العرض التالي. انطلاقا من إيمان راسخ بأن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من التاريخ والوجدان المصري، لم تدخر مصر جهدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لضمان استمرار نفاذ المساعدات للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. مصر التي لطالما اعتبرت القضية الفلسطينية هي قضيتها الأساسية، حرصت على استدامة العمل في معبر رفح على الدوام رغم القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه في أكثر من مرة، وعلى الرغم من كافة العراقيل والقيود التي تحاول إسرائيل فرضها، فإن مصر ظلت ملتزمة بضمان دخول المساعدات لقطاع غزة، وضغطت في البداية عبر ورقة مزدوج الجنسية لضمان نفاذ المساعدات. القاهرة حرصت أيضا على إقامة سلسلة من المخيمات في جنوب قطاع غزة، كان آخرها مخيم خان يونس لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين من وسط وشمال قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية. كما حرصت القاهرة كذلك على تفعيل جسر جوي إنساني، حيث استمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ طلعاتها اليومية لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية للمناطق الشمالية. وعلى مدى الشهور الماضية تواصلت الجهود المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، تزامنا مع استمرار وصول طائرات الإغاثة لمطار العريش الدولي.
الجهد المصري على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة كان الأهم والأكبر، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي نحو 87%، وهو ما يؤكد أن دعم القضية الفلسطينية بمثابة عقيدة راسخة في الوجدان المصري. وتميزت الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية بالثبات من خلال رفض الاستيطان أو أي إجراءات إسرائيلية أحادية تعوق إقامة الدولة الفلسطينية، مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها عودة اللاجئين. خلال عقود من الزمن حرصت مصر على اعتبار القضية الفلسطينية قضيتها الأساسية على المستوى الإقليمي، انطلاقا من مسؤوليتها دائما إزاء أمن واستقرار المنطقة ودعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين. مصر كانت ولا تزال تتحرك بشكل متزامن دائما مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني، حيث نجحت دائما في الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية التي تعيق إقامة الدولة الفلسطينية، مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس، مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للاجئين. المواقف السياسية المصرية أظهرت الثبات في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، على رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج، ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى. الموقف المصري الداعم للأشقاء الفلسطينيين ظهر بوضوح على لسان الرئيس السيسي، الذي أعلن بشكل واضح أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر. وقد أكدت مصر منذ اللحظة الأولى على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل، وليس فقط بالداخل الفلسطيني. في الوقت نفسه وضعت مصر خارطة طريق تضمنت تصورا شاملا لحل جذور الصراع العربي الإسرائيلي، ووصف بالحل الأعم والأشمل، إذ تستهدف الخارطة المصرية في المقام الأول تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وإعادة إحياء مسار السلام، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. We'll be right back.
وحرصت مصر دوما على القيام بدور فاعل في سبيل حل القضية الفلسطينية، حيث كانت مصر وما زالت الدعم الأكبر للأشقاء الفلسطينيين، وقدمت في سبيل ذلك كل الجهود الممكنة. كما قامت مصر بإسهامات على الأصعدة الدبلوماسية والسياسية وكذا الإنسانية على حد سواء. المزيد عن هذه الجهود المصرية في العرض التالي، والزميل كريم الخولي. أهلا بحضراتكم. حرص مصري دائم على الاطلاع بأدوار فاعلة في كل قضايا الأشقاء العرب، والتي تأتي القضية الفلسطينية في الطليعة منها، حيث كانت مصر وما زالت الداعم الأكبر للأشقاء الفلسطينيين، وبذلت في سبيل ذلك كل جهد ممكن. كل عناصر الملف الفلسطيني كانت حاضرة في الجهود المصرية، وعلى رأسها ملف المصالحة الفلسطينية، حيث كان لمصر إسهامات مضيئة في هذا الأمر، فضلا عن دورها الرئيسي في الوصول لتهدئة في كافة الحروب السابقة على قطاع غزة، وصولا إلى دورها الكبير في دعم إعادة إعمار غزة عقب الضربات الإسرائيلية عام 2021، والذي رصدت له ميزانية قياسية بلغت 500 مليون دولار. وخلال الأزمة الحالية في قطاع غزة، أكدت مصر جملة من الثوابت الخاصة بها تجاه مسألة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وعلى رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في القطاع، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية، ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى. كما شددت مصر على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل. الحلول المصرية للأزمة ارتكزت على عدة محددات، أبرزها وقف التدهور القائم في غزة عبر التواصل الدبلوماسي والسياسي المستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، وضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، والانخراط العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام، والعمل على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاطلاع بمهامها بشكل كامل. كما طرحت أيضا مصر خارطة طريق خلال قمة القاهرة للسلام، والتي احتضنتها في 21 من أكتوبر الماضي، وحضرها أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، والتي تضمنت تصورا شاملا لحل جذور الصراع العربي الإسرائيلي من خلال عدة محاور تضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة. أما على المستوى الإنساني، لم تدخر مصر أي جهد، بداية من الضغط لإدخال المساعدات، مرورا بإقامة الخيام ومراكز الإيواء، ووصولا إلى عمليات إنزال المساعدات من الجو. كما شاركت مصر أيضا في إبداء الرأي والترافع أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بجانب الحرص على استدامة العمل في معبر رفح رغم العراقيل والقيود التي تفرضها إسرائيل. وتعد الحصيلة الحالية للجهد المصري على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة هي الأهم والأكبر من كافة الجهود الأخرى، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي نحو 87%. ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى الإنساني على عمليات إدخال المساعدات، فقد استضافت المستشفيات المصرية حتى الآن أكثر من 3700 مصاب فلسطيني لتلقي العلاج. مشاهدينا الكرام، كان هذا جانبا مما قدمته وتحرص مصر على الاستمرار في تقديمه من أجل الأشقاء في فلسطين ولإنهاء الأزمة الراهنة في قطاع غزة. أشكركم على المتابعة. شكرا الكرام. بهذا العرض وصلنا إلى ختام هذه التغطية الإخبارية على رأس الساعة، نشرة إخبارية جديدة. شكرا للمتابعة.